صباح الخير، يا صباح الجمال. الأجواء اليوم تاخ العقل. يا صباح الخير، يا صباح الجمال. أهلا وسهلا. أهلا أهلا أهلا. أنتي يا قمر، أنتي يا قمر. مو بعادي الشعر، كيف يبغاله قص؟ اليوم المولود رسم طبعا خاصة، وأسوي خربيط كذا خربش. الألوان هذه هذا أفضل من وصفه بالسعادة. أسميها تفريغ. هبدأ الرسم، هبدأ التلوين، تطلع تاخذ العقل. ما عليكم أجواء مراكو جوية. أهلا بك يا نفسيا. مراكو لم تتوقف في المطبخ هذا. مراكو لم تتوقف. حسنا. لا أدري، قد تكون مريضة. والله. من الكلام صحيح، تاخذ العجل. انا ايضا لدي طير فنار، انه جميل، كما ان عندي كلبا يحرسني. وماذا ايضا؟ كل هذه الاكاذيب. اخرجي من هنا، هذه رساله سريه جدا تبتعدي عني. اذا انت تنوين ان تكذبي على شخص ما، اليس كذلك؟ عيب يا جاكو، عيب ان تقولي عن اختك كاذبه. لكني سمعتك وأنت تكذبين. الألوان هذه أنا أخذتها من جرير، بس أشوف كثير بنات يمدحون واحدة في شيئين، بس ما أدري صراحة جودتها كيف، كويسة ولا لا، بس أدري إنهم يعني دام إنهم مدحوها وفعلا يعني يستخدمونها يعني واو، هي حاجة صراحة تتونسين فيها تفريغ، فهمتوا؟ هنا أستخدم هذولي رسم فيه بالرصاص عادي، قلم رصاص، والألوان بوريكم أي براند، هذه خيالية. ترى أنا مو يعني جوي صراحة أعرف كل البراندات، بس هذه كل ما أخذ منها شيء خيال. Fire of
نسوي للظهر الحين فكرة اليوم ريدي؟ It's good though, this reformer means that you can do so many things. All the way back up.
ما في أحسن من المخاد الحرير لشعرك لبشرتك للسكين كير حقك قبل النوم، بس تاخذين النوع الصح مو من أي مكان. يعني أنواع الحرير موجودة في أي موقع، سارة والحين هبتهم مخاد الحرير، مدري إيش الحرير، بالنهاية مخلوطة معها ستان بولستر، معها أشياء لا تمثل للحرير بصلة، لدرجة أول ما تحطين راسك على المخدة تحسين اف حر كتمة، الكريمات تحسين حرارة حرارة حرارة. ليش؟ من كواليتي المخدة نفسها. شوفوا إذا أنت مثلا يعني يهمك نفسي الطقم وما أعرف إيش و يعني فهمتي علي، يعني ديكور الغرفة أو شيء، إنه ليش مخدة فجأة، يا أنك تاخذين ثنتين أو أنك تحطينها عادي تحت السرير وقت النوم تستخدمينها، تكون مخدة جاهزة. طبعا أنا حقاتي اللي أستخدمهم دائما اللون الأبيض، هم اللي أحبهم دائما معتمدتهم، بس مثلا اللي تحب اللون الوردي والأشياء الثانية وما تبي تخرب ديكور الغرفة تحطها، إذا كان عندكم فتحة من جوا بالهذه حقت إيكيا وتحطها وقت الاستخدام تطلعها وتنام فيها. لكن من أفضل 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 الأشياء اللي ممكن تستثمرين فيها بشرتك وشعرتك، شعرتك إي والله شعرتك وتشابك الشعر. مثلا أنا عني وعد أفرق 180 درجة، أنا ما علي من البشرة الحمد لله، البشرة يعني تمام، لكن الشعر عندي مرة يتكسر من المخدة القطن العادية، فلازم شيء مرة ناعم. أنا أجدل شعري وقت النوم، لكن إذا خليته مفتوح يتشابك وصدق ألقى على المخدة يعني شعر كذا، لأنه يحتك في بعض وأنت تتحركين كثير فيتكسر معك. لكن الحرير تحافظ لك من نفشة الشعر، تحافظ لك على الشعر أنه ما يتكسر، ناعمة على الشعر، ما تشيل لك نسبة كبيرة من الكريمات اللي تحطينها على بشرتك. يعني تحطين تونر، كريمات، أويل. وطبعا فوائد الحرير اللي مستهينين فيها، أول شيء لبشرتك تعتبر استثمار لبشرتك للتجاعيد، لشعرك تكسير النشفين الجفاف، للكريمات حقتك سكين كير ما تشفط لك إياها. يعني أنا بحط لكم بس كتابة الفوائد حقتها، وبليز لا حد يقولي إنه عادي لا ما تفرق، لا مرة تفرق، تخيلوا مرة تفرق عن تجربة. خصوصا أنا أكثر شيء كان مأزمني الشعر، يعني لأن شعري كيرلي فأقوم لا نفشة ولا مكسر ولا معقد، رائعة جدا. وأهم شيء ما تسبب حرارة، لأن الحرير أصلي وطبيعي 100% مو مخلوط، فبليز اللي ماخذين سمعة عن الحرير إنه يسبب حرارة لأنه مخلوط ويا خالطينا مليون شيء. الحرير اللي مستخدمينه حرير التوت الطبيعي، طبيعي 100%، ما في بولستر ولا في ستان ولا أي مكونات حتى صناعية مخلوطة يعني بأي مواد ثانية، عشان تبين لك إن الكواليتي فنان، وتلقينهم حاطين معاه مليون شيء. عرفتي يعني أعلى أعلى درجات الحرير اللي أنت تاخذينها وأنت مطمنة إن أنت حاطة فلوسك في المكان الصح، مو أي أحد. يعني مو أدخل أي ويب سايت والله مخدة حرير أطلبها، طب حسافة تأكدي حرير ولا مو حرير، صدق مخلوطة ولا مو مخلوطة. وعندهم شهادتين من المصنع اللي ياخذون من الحرير، بكتب لكم وشو الشهايد اللي ماخذينها منهم الشهادتين. طبعا انا عارفه ان كثير بنات يقولون ما نفهم في هالاشياء، ان بس علمينا كويسه ولا لا، لازم تعرفون نوع الحرير اي درجه، نفس الالماس كيف انه درجات، انا لازم اعرف وشو نوعه من وين، وش شهاداته، وش الشهايد اللي ما اخذتها، لان ترى الحرير غالي، الحرير غالي، يعني الحرير الاصلي غالي، مو حتى أسعار رخيصة. أشوف أستغرب أصلاً مخدة وإنها حرير طبيعي 100% فجأة السعر، طب مبين أصلاً من السعر إنها مو بأصلية. طبعاً تدرون إن الحرير سبحان الله لأنه طبيعي يعتبر مضاد للبكتيريا، يعني سبحان الله صدق، إنه يعني شوف شلون إنه حتى يعني يعتبر الحرير إذا كان كويس وجودته كويسة ويعني طبيعي 100% يعتبر مضاد للبكتيريا. أقول عشان كذا أقول لكم للبشرة للشعر رائع. طبعا سيلك وورم في نقطة أنا بقولها لهم، وهذه نادر 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 تلقين ناس يسوونها، خذيت المخدة من عندهم والله بشيك أصلية ولا مو أصلية، حرير طبيعي ولا مو طبيعي، يمكن لاعبين عليه مثلا، عندهم سياسة الترجيع يرجعوا لك إياها،
استبدال ترجيع، وسهل السياسة، لأن في بعضهم يقولك إيه والله نرجع، بس يا إنهم يطلعون يعني يخلوني لين ما يطفح الكيل تقولي ما أبغى خلاص طفشت، مرة بسيطين. السياسة عندهم جدا سهلة، ما عجبتك استرجعيها، لك كامل الأحقية إنك تسترجعين المبلغ كامل. طب وعد على هالأشياء الزينة، وش الشيء اللي جايبته لنا؟ خصم 20% وتوصيل مجاني، يعني الجودة والسعر والخصم وفوق هذا توصيل مجاني.